الرحيم صلى الله وسلم على النبي الكريم. هاي وقفة اليوم منظمة مجموعة الأطباء باسم الأطباء العامون غير المكتتبين. نختارون نبلغوا الجهات المعنية على أن السنة الماضية ما خلق فيها اكتتاب، آخر اكتتاب تقريبا كان 2022، والعدد اللي انقبض ديك الساعة عدد محدود جدا. بنفس الوقت الأطباء يشتغلوا فيها فولونتيرما، ما عندهم سبة واحدة، لأن الأطباء محتاجة للأطباء ومحتاجة لذا كامل. وارك خارج رسالة من مشيتها وزارة الصحة لوزارة المالية، عاد لها 3 أشهر تاعها فيها ولا 4 أشهر ما بيوقع عليها الوزير، وزير المالية. منين جاني وزارة الصحة، وزيرة الصحة جاه المكتب الممثل للأطباء قالت لهم على الوزير الرسالة مطروحة عند بيروه الوزير ما بيوقعها. وارك احنا نختاروا نعرفوا مصير ذي الرسالة شنو، ونختار نعرفوا ذي الأطباء اللي تراعوا فيهم، فيهم الأخصائيين، فيهم الجنراليست، الناس كاملة مصيرهم شنو. الدولة كيف موريتانيا محتاجة الأطباء، والأطباء فيها عاطلين على العمل. ونختار الرسالة تبلغ الجهات المعنية وتتخذ الإجراءات اللازمة، لأن درك الحالة عاد صعيبة جدا. ونختار الوزير مولي يحل لنا الراس في رواية، لا رواية خالقة، خالقة والله ما هي خالقة، يقول لنا ما هي خالقة، مش ندبر أمورنا.